دافع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن قراره بتشكيل خلية أزمة لإدارة نينوى، مؤكدا أنه جاء وفق الدستور والصلاحيات المخولة له كرئيس الوزراء وقائد عام للقوات المسلحة. عبد المهدي وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي مساء أمس قال إن تشكيل خلية أزمة منع حدوث فراغ أمني وسياسي واقتصادي في نينوى. وبموجب الصلاحيات الدستورية كرئيس وزراء وقائد عام للقوات المسلحة بموجب المادة 78 بموجب المادة 80 من الدستور، فمن واجبنا فعلا أن لا نسمح بأي انفلات أو تدهور أمني. لذلك شكلنا خلية الأزمة، لم نأخذ مكان أحد، هناك معاونين إداريين، وقدمنا طلب إلى مجلس الوزراء مجلس النواب لإقالة المحافظ ونائبي، ووجود خلية الأزمة شكل مظلة وغطاء يمنع من وجود أي فراغ. وبالفعل بدأت خلية الأزمة تعمل منذ اليوم الأول، وهي تعمل اليوم، وأصدرنا مزيد من القرارات لكي نمنحها الصلاحيات ولا نشكل أي فراغ. إذا بعد الإقالة إذا ذهب مجلس المحافظة لانتخاب محافظ، فنكون قد حللنا الأزمة بالطريقة الصحيحة الدستورية وننتهي من خلية الأزمة. إذا لم يوفقوا الوقت، احتاجوا إلى وقت أكثر، لا يوجد لدينا فراغ أمني أو سياسي في منطقة جدا حساسة أصبحت بعد طرد داعش وفي وضع صعب، وهذا يسمح لخلية الأزمة المتشكلة من إدارة رأسها إدارة مدنية لكن مع القوات المسلحة ومع الشرطة، مضاف إليها ما يحاط بها من أجهزة أخرى. نستطيع القول أن اليوم الوضع في نينوى ممسوك بشكل ممتاز على الصعيد السياسي الاقتصادي والأمني.